المكتبات العمومية كانت ولا تزال البوابة الرئيسية للمراجعة والمطالعة واكتساب المعرفة، غير أن سهولة الولوج للمنظومات المعلوماتية واستعمال المفرط للأنترنت جعل العديد من هذه المكتبات تعيش حالة من الفراغ وعزوف روادها على مقاعدها ورفوفها. ولحسن الحظ أن العطلة المدرسية تعيد البريق لهذه المكتبات العمومية ولو لفترة وجيزة على غرار المكتبة العمومية بالمدينة الجديدة. مرحبا بكم في برنامج علمني. أنا مديرة المكتبة العمومية المدينة الجديدة، عندي قرابات 17 سنة نخدم في هو أكثر لما حالي من 17 سنة، خاطر خدمت في الجبنيانة وخدمت في حي الخضرة وخدمت في المكتبة الجهوية بتاع بن عروس. جيت توقت لك عندي براسك 17 سنة. المكتبة هذه جات هيبة من عند سي محمود بوصرة الله يرحمه، عم أعطاها هيبة على أساس أنه هو يحب المطالعة. دونك بيان سور وهيئته وزارة الثقافة، وزارة الثقافة خصصت له تقريبا 60 مليون، فيها 15964 وثيقة بين عربية وبين فرنسية. عندنا قرابات 714 مشترك حاليا، معناها الاشتراكات نتاعهم فالابل. فيها هو قسم واحد مقسمين وشباب وكهول، وكوتي هذه أطفال، معناها ماخذين كوانت أطفال والآخر شباب وكهول. إنتوا تلاقي إذا تيجي بعد العطلة إذا كان ما يقراوش، إذا ما يقراوش يجيب، إذا كان يقراو ما يجيوش، معناها سي نورمال يخي مش يقعد في الليسي ولا في المكتب ولا. وزيد كمل الجائحة هذه هي زاد نقص منهم شوية كمان، هم رغم أن الجائحة ورغم ذلك هك تشوف فيهم معناها معبية المكتبة، وساعات نرجع من الباب معناها نقول لهم سي سي كومبلي، برغم أني نقصت كرسيات كرسيات مش كرسي. ورغم ذلك كان يمكن بحكم موقعها الاستراتيجي اللي خلاها هي يقبلوا عليها برشا، شو اسم هذا الجهوية بعدت عليهم ولت بعد، وهما كبرت المدينة ولت فيها قداش يمكن زوج وثلاثة ليسيات ومعرفش قداش من كوليج ستة ولا دونك، يولي لهنا أقرب لهم من الجهوية. الطلاب ذاتهم اللي يجيهم يهاجموا وإلا يطلعوا على كتب ويعملوا بحوث يريفزوا يريفزوا برك. وساعات هكا كمل ولا ما كملش بون يهز معاه كتيب يهز، خاطر انا انتردي باش ندخل من غير ابونمون، باش ندخل من غير ابونمون على خاطر هي نومبر دو بلاس ليميتي، مكتبه اي من غير مشتركين ولا مكتبه زاده صغيره وفيها اقبال كبير، دونك اوبليجي اني ندخلهم من ابونمون. نقول الاولويه اللي عنده اشتراك فوالا. يشترك عندك زوج صور نسخة بطاقة تعريف 3000 سنوي اشتراك سنوي، ومنيت يعاودوا دراسة جديدة للبرامج التعليمية يزيدوا يوظفوا اللي موجود، معناها الكتب اللي موجودة في خدمة التلميذ، البرنامج الدراسي، وهذوما معناها الأكثرية اللي نشوف ينجموا يطلعوا شوية للمطالعة. كيفاش تنصح الشباب تقول بشي طابع كل ما ننجم ننصحوا حد شيء، على خاطر هو جوست يخوك المعلومة اللي هذه كان اخذها معلومة اللي في القصة، ومن بعد هاو كيجي يركزوا لهنا في المكتبة شوية شوية.
أما إذا كان كل الحصر على الشباب قبلني معناها كيفاش كان؟ صحيتك يا حصر على الشباب قبلني كيفاش كان؟ خاطر ما عندهمش دموين للوزير أخرين، ما عندهمش من عرش أنا بورتابلوات، فماش أي كما قلت انترنت، فماش الوسائل، أي وسائل الاتصال هذه الحديثة ما عندهمش. شنو عندهم هما وقت الفراغ نتاعهم؟ هو الكتاب. طوى ما عادش، طوى يا باب ربي كي يقرأ دروسه، مطلوب مش في نهار وليلة باش تصلحوه، خاطر يزمو برنامج، يزمو مراجعة كاملة. صحيتك، إعادة بناء. هذاك الصحيح، يكذب عليك طوى باش نعطيك في دي تري ولا باش نعطيك، لا 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 لا، يلزم لجنة ويلزم معناها أهل الاختصاص، كل واحد في دومين. يبقى تمسك أحباء الكتاب بالمكتبات شرطاً ضرورياً للإبقاء عليها مفتوحة للعموم، حفاظاً عليها من تسرب الغبار والاندثار. أول مرة تشارك أنت؟ لا عندي برشا، هي عندي برشا نشارك في المكتبة، يعني ديما نجي لهنا نقرأ دروس كان عندي ونهز معناها كتب باش نقراهم في الدار. شنو رأيك في اللي يعتمدوا على الانترنت ويبعدوا على المكتبات؟ والله هو تويك الانترنت معناها تسمى حاجة باهية، نجموا نقراو عن بعد، أما زاد المكتبة معناها هي تسمى حاجة خير من الانترنت باش تقرأ كتب وتطالع وكل شيء. نعم، تنمي المعلومات نتاعي، حتى الانترنت زادا عندها معناها فوائد وكل شيء باهي، ديجا تويك الكتب الكل نجم تلقاهم على الانترنت حاضرين. تنصح الشباب؟ ننصح الشباب باش يجيو يقراو ويطالعوا الكتب، وكان عندهم معناها خاطر لهنا المكتبة تلقى فيها برشا كتب، تلقى الانواع الكل، تنجم تجي تقرا كل شيء باش تنمي المعلومات نتاعك وتطور من روحك، خاطر شي في الكتاب تنجم تلقى كل شيء. فين القسم انت؟ الوزيم يكون عم جي باك، عم جي ان شاء الله باك. كنت لازمني من تويك نبدا نحضر باش نجم نخلط ونراجع الكور نتاعي، خاطر الريتم ديما قاعد يمشي ويقوى، لازم واحد يكون حاضر معناه. تراجع واحد كل معك شكون؟ الراجع ساعات واحد يمكن نلقى معايا شكون مثلا نجم نقرا انا وياه، نشجع بعضنا. فرد قسم؟ لا مانيش فرد ليسي. أنا تروازيام، أنا زادة إيكونومي أن، نقرأ في حرمان، باهي المكتبة معناها، أنا ما عنديش منتا معناها باهي نجي المكتبة، أما معناها نجي كي نبدأ وحدي نقرأ، نحط نقرأ نقل الهدوء لهنا، مش كيما في الدق. تعمل مراجعة كهو ولا تراجع تاخو كتب زادة تقرأهم؟ خذيت كتب أخبار، خذيت شنو؟ أخذت رجل يعرف كل الأسرار من الكتاب، من المكتبة معناها من هون. في المراجعة تعتمد على روحك ولا تمشي تعمل دروس خصوصية؟ والله الأكثرية نحاول نفهم وحدي معناها، إذا كان ما فهمتش نلتجأ لليتود والليشن يوتيوب اللي يقريو فيه، أما الأكثرية معناها نحط نقرأ وحدي، حاول نفهم وحدي. ظروف المطالعة هناك كيفاش راه؟ باهية، هدوء، فما هدوء لهنا، هذيك أحسن حاجة في المكتب. كتب متوفرة؟ أها، متوفر كل شيء، الكتب الكل داوس طلق. خيط تجي المكتبة ولا تعتمد على الانترنت؟ لا نجي المكتبة، نجي المكتبة نحاول باش نقرا لابون كومباني معناها بحدايا، إذا كان ما لقيتش نقرأ وحدي وخير معناه. الانترنت تشوش لي أفكاري أنا أكثري، معناه ما نعتمدش عليها برشا، نعتمد على نقرأ وحدي. وقت الفراغ اش تعمل فيه؟ نمارس الهواية متاعي، ننشط في الكشافة، نعمل حاجات تطور شخصيتي معناه. شو تو الدروس تراجع فيه؟ نراجعوا في الفيزيك، نقرأوا جروب مع بعض. ما
اخبار المراجعه هنا انت تعمل دروس خصوصيه؟ اي بتبيع يعاونوا بتبيع يعني خاطر هذه العطله بتاع مراجعه هذيك اللي جينا نراجع ما بتبيع يعني ساعات نجو كي نقرا وكتب وفزيتكم تفضل المراجعه هنا خير من الدار اي يهيد او وبعيده وطول كونيكسيون وكل تليفوني لهي وكل يعني في المراجعة طلع كتب هنا ولا اي بتبيع في اوقات العطلة وكل اما خاطر طو بعد العطلة ذي عندي دفوارات هذاك علاش قاعدين نراجع في العطلة تجي للمطر المكتبة هنا رايك في اللي يتبع الانترنت ويبعد على المكتبات والله احنا طو يعني الكل ما تلقاشكم عندوش تليفون يعني بتبيع الكل الشباب الكل عندهم ادمان على التليفون أما فما نحاولوا كي نعملوا إكيليبرون يعني شي للمطالعة مهمة برشا أي بتبيع أي نمي المكتسبات أي وطوى زيد خاطر فما في التليفون أكي نجموا يقرأوا ويسمعوا الكتب في التليفون وكل يعني فما اللي يعني خيروا أنه يقرأوا هالكتاب وفما اللي خيروا أنه يسمعوا في التليفون ولا حكاية ذيك عاديش أنت مع شكون بضيب يقلقونيش الزوز عادي ساعات نقرا كتاب وكل مره كيفاه قديش قريت من كتاب في حياتك والله ما حسبت ليه مش برشا يعني ما نطلعش برشا الحق اما ما عايش الحق وانا زوز يمكن ثلاثة طالع تحس المستوى برشا اي نعرف اي كنا صغار كنا نقرا قصص ومطور انا شنو وقعت لا قاعد راجع مع اصحابي عاملين جروب تلفزيون عاونوا في بعض خاطر الريتم خويا علينا تروزيه لازم نزل بعضنا ونعاون بعضنا بلي نقدروا دونك لقينا المكتبه العموميه بلاصه رايضه ومرتاحه نقرا فيها مع بعضنا ثلاثة ايكونومي انت لا ثلاثة رياضيات رياضيات وي في الرياضيات بدا ما تعدي رياضيات مدام خويا مدام خويا دروس خصوصيه لازم دروس خصوصيه لا في وقتنا توا لازم دروس خصوصيه خاطر في الوقت ضيق في الكلاس البروغرام طويل فما عندنا حاجه اسمها ديزاستيوس تاع الخدمه فهمت ما تنجمش تعلمهم في الكلاس خاطر ما يكفيكش الوقت تعلم في الدروس الخصوصيه ديما تجيو للمكتبات كي تبدا فما عطله ديما نقراو مع بعضنا ونكون نلقاو فضوه نجيو نقراو مع بعضنا من العطله العطله فضوه للفضوه نستغلوا الفرصه نقراو مع بعضنا انا ثلاثه رياضيات وفي العطل نتلموا مع بعضنا جروب نجيو ونراجعوا مع بعض خاطر في وقت القرايه ما تلقاش الوقت برشا وفي خصوص دروس خصوصيه توا في الكلاس ولو تتلز انت خاطر البروف ما يوصل معناتها بروجرام طويل يوصل باش يعطيك الدرس مش باش يركز معاك في كما قال لك ليزاستيوس والكل تولي انت تتلز على باش تقرا دروس خصوصيه وتحاول تفضي من وقتك كما هكا في العطل باش تجي تقرا هذا يجرنا للمطالبة بتغيير الزمن المدرسة هي ذيك من مطالبنا الأولى تلامذة الكل في تونس سيدي جا معنا جمعتين ولا ثلاثة المعهد متاعنا عملنا كل وقفة هكا وعريضة وإن شاء الله يوصل صوتنا ويسمعنا السيد الوزير شنو هي الوقفة؟ نطالبوا برشا مطالب كما البرامج وتغيير البرامج والزمن المدرسي وثم برشا حاجات لازم تتعالج في وسط الوسط المدرسي متغاضين عليها كيما مثلا تو التلميذ يحس روحه كانوا ثم استعلاء عليه فهمتني ما عادش عاطينه قيمته في الوسط المدرسي وانت تفهمني إدارة وإطار تربوي الكل التلميذ يحسوه اللي هو أقل منه قبل ما نهزوش رأسنا قدام الأستاذ ولا المعلم إيه خاتي الأستاذ وخاتي المعلمين إيه يحكيوا معك بتعسف و برش حكيت برش ما حتى زيدة توبة الاحترام غير متبادل غير متبادل حاولوا حسنوا العلاقة مع الأسرة التربوية وهما بيتهم يحاولوا حسنوا علاقتهم معكم ليه علاقتنا معهم طيبة نحن طبيعتنا طيبة ليه نحكي لك أنا على حالات أما ليه نحن
ما يفهموكش، يقول لك راك مثلا كان انت باش تعمل وقفه ولا باش توصل صوتك راك مثلا مش تتطرد ولا باش تقيد ابسون ولا حكاية، مش يقول لك ميسالش عبر وخلي صوتك يوس. ما وفرنيش معناها وسائل اخرى نجم نعبروا بها على راينا، مثلا نعرفش انا قدك صندوق فيه مقترحات تاع مثلا نعرفش تغيير اوقات نتاع شنو تحب. مثلا انا عندي نهار الجمعه نقرا 8 ل 10 ساعتين سبور، من 10 نص نهار نقرا ساعتين مات، معناها بعد ساعتين سبور عندي ساعتين مات، وديجا الجمعه الجايه نعدي دفور فيهم، معناها بعد ساعتين سبور نعدي دفور مات، ولا عندي نهار الثلاث من 4 ل 6 ساعتين مات، معناها انا تروزيام مات اهم ماده عندي فيهم ساعتين بعد سبور وساعتين اخرين من 4 ل 6 اخر وقت. وعندنا عندنا 3 و 4 اللي مثلهم 3 و 4 بالاوبسيون بكل شيء، نهار 3 نقرا 9 سوايع او نهار 4 كيف نقرا 9 سوايع عندي راحه ساعه برك. أنت معناها نهار 3 من 8 للمساء ومساعتين لل 6 ونهار 4 كيف كيف، معناها الجدول معبي برشا وما تلقاش وقت. يعني انا نترينا والكل وما نلقاش وقت باش نوفق بين الانترينمون وبين القرايه باش نراجع، خاطر لازم يكون اجور باش ما يفوتنيش معناها دفورات وبين قرايه وبين انترينمون وبين حكايه معناها هوايه تمارسها ولا حتى مطالعه. ثاني انا مغروم كنت نقرا بكري الكل، السنوات الاخر قلت على الاخر القرايه نتاعي نتاع الكتب، وعلاش جرى الوقت ما عادش فما حتى وقت. يعني كل شيء في العطل ساعات نجم تستغل، ما في سير الايام ما تنجمش. واصلا وتوفر انا قلت لك في المكتبه ما عرفش انه فماش دعم كبير، فما شويه كتب ناقصه والكل، رغم هذا تسمى المكتبه هذه تسمى يعني خير من برشا مكاتب اخرين وفي الحضور نتاع العباد وفي الموجود معنا فيه. شنو رايك في اللي يقراو عن طريق الانترنت ويبعثوا على المكتبات؟ انا الحقيقه نفضل في الدنيا، خاطر الكتاب القوم نتاعو كي تشدو في يديك وتقراه. فما الحقيقه نسمع زيد كي يبدا ما عندكش وقت، خاطر تو فما قرايه ما تنجمش تقرا كتاب وتقرا في نفس الوقت، ما يبقالكش وقت، دونك تصور وقتها لازم تليفون باش تسمع مثلا كتاب اونلاين. حول القرايه تو صفا كان واحد هيك باش تيح بيه، دونك لازم ديما هذاك ديما نجيو نحن. كتب تو متوفره هنا فيها؟ والله متوفره، فما دي شوا بالقدا، هي المحله صغيره المكتبه ما فما كتب بالقدا، فما لونجلي فرونسي عربي واللي شوا الكل، كتب سيونتيفيك تاع ايكونومي كل شيء موجود. ديما نجيو نراجعوا في العطل والكل. وقبيله سالت على المطالعه، معناها فما ريت كتب غاليين، فما مثلا واحد يحب يقرا كتب والكتب غاليين دونك يولي صوب بي دي اف وهاكا معناها يقرا من التليفون طول وكهو، اما هي بتبيع الكتاب معناها اوراق خير برشا، فهمت؟ وفي المطالعه الشباب تو معناها جرير وسائل التواصل الاجتماعي والكل معناها بعدوا شويه على المطالعه، وزاد من الاعلام ما نعرفش مثلا التفاهه في الاعلام والفساد في الاعلام ردهم يركزوا على حاجات معينه ويخليوا الحكايات المهمه، فهمت؟ نعرفش مثلا في برامج كان اللي طايحه القدر بين الولي والتلميذ ولا بين تحرض على المربي، ويعني مواضيع هذي يركزوا عليها هما ويخليوا التلميذ يركز في الحكايه هذه بعد حاجه صحيحه. احنا ملي صغار اغلبيه الشعب التونسي الولي ما ربيش ولده انه يشد كتاب ومثلا مش يسكت قبل يحط له تلفزه ويتفرج. ثقافة المطالعة في تونس انك تشد كتاب وتقراه ضعيفة برشا برشا. انا تعرفت على الجماعة اللي يقراوا في المكتب في بالي شي راجع في المكتب قبل، في بالي جوست يدخل ويستعير كتاب ويخرج، دخلتش نز كتاب وغادي نلقى جماعة اصحابي لن من وقتها وليت ندخل معاه عجبتني. اما في تونس كثقافة مطالعة فهم الجمل قليل وين تلقى كونش الاباء المثقفين اللي ديجا تربيوا انهم يطالعوا. دورة سنوية تنظم فيها وزارة التعليم وزارة التربية والتعليم في خصوص الموضوع هذا نتاع المطالعة، فيها جوائز كبيرة ياسر. احنا المشكلة انه ما توصلناش، ساعات ما نسمعوش بها جملة. موجودة على السيت. لو في مؤسساتنا التربوية توا اللي سيت ولاو هكا انت تعرف اللي سيت ولاو دي سيت سبونسوريزي. معناتها فما كان جيت تحب توصل أكثر عباد يعملوا سبونسور للسيت باش توصل أكثر عباد، ويقولوا للمؤسسات التربوية نتاعنا اللي فما مسابقات تاع مطالعة. احنا ما نسمعوا بها ولا ما توصلنا المعلومة اللي فما مسابقة كان بعد ما تصير. وهي ديجا مش بعيد علينا صارت عمني وصارت في القبة بتاع رأس. مكتبة فيها برشا كتبه باهين ونجم كي نجم يتلاعوا، ثم زاد مراقبه عليهم
يدخل ياخذ ياخذ كل يوم ينجم يمشي غاديك يعديك ساعتين ثلاثة سوايع يقرأ حبيين طلع قصدك المكتبة العمومية مكتبة عمومية إيه ماله خير من اللي يخوى على 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 الإنترنت ولا على لا 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 ثم عنا مكتبات باين يمشي يا أخو غادي وغادي غادي يطلع وفهمتي وتبدل أفكاره يكون ماشي في ثنية في ثنية ماشية يولي يشد ثنية صحيحة. ليش تم عزوف على المكتبات العمومية؟ شحال بقول عزوف؟ عزوف عزوف يعني غياب التلميذ على القاعات بتاع المطالعة. والله ايش يقول لك القاعات المطالعة مثلا مش برشا الساعة والحاجة ماذا بينا يعملوا برشا عدة مكاتب فهمتني والمكتب المطالعة فهمتني ما همش قاعدين من اللي بدأتها الانترنت هذية ولا ما عاش حبوا يمشيوا لها. أما أنا را التعليم باش يوصل قليل باش يوصل يقرأ ويوصل يوصل في بصير حاجة باهية فهمني لازم يمشيوا المكاتب العمومية خاطر هذكم فيهم نجاح 100%. أما كيبدأ على الإنترنت هو أصحابه ما نجمش وشنو باش يقرأ فيها. أما كي يمشي عاش تعلموا الاجتهاد مكتبة يجتهد ويخمم ويقرأ ويطالع إيه يخمم ويقرأ ويبعد على المشاكل ويطلع لا ويطلع وليد باهي. أما كيف باش يتبع الثنية الأخرى راهو ما ينجح الجملة. والله المكتبة العمومية تبدأ مع عمومية وي أبا أنا نشوف بها باهي يعني بار إكزامبل مش يعمل واحد ولا زوج ولا ثلاثة يعني تنجم تقول كل كارتي تعمل فيه ثلاثة أربعة فهمت الله ولا تشجع الشباب فهمت الله خاطر ما عنده ما يعمل الشباب هاو قاعد في القهوة ما عنده يطالع ولا بار إكزامبل نتاع ليكول هذاك يخرج يبدا يتهومل يتسكك من الشوارع عاد ولا تعمل له مكتبة عمومية صافي بليزير كثر في المكتبة كيما نتاع فرنسا هذيك هايك بالفلوس هذيك نتاع فرنسا هذيك شارع باريس ويزيد يشبس لنا في الدم تدخل لما تقيد كما عندي انا اصحابي واولاد اصحابي بالفلوس تقترح لازم يكون كل شيء مجانا في التعليم كل شيء مجان كل شيء علاش خاطر كما عملها بورقيبه مش عمل كل شيء مجان تو عليه كل شيء بالفلوس كل ما تمشي تكح والشعب ما عندوش بعد من يجي يمشي يسرق ولا هذا صافي بليزير اولا ينقص الجرام ثانيا ينقص الفساد ثالثا الود يولي مربي مش يبدا بالكرتاب داخلي ما نعرفش القهوه ولا في الشارع ولا يتسكك من بقعه بقعه مسح يلزم تحصل التلميذ يتحصل تو بالنسبه للمكتبات العموميه احنا انا واحد من الناس عندي مكتبه عموميه بحذايا نسكن في الزهرة مكتبه عموميه بحذايا يحل الصباح يجي زوج ثلاثه من الناس الكل في الانترنت وكل شاده بورتابلوات هو فري فاير هو لغة زايدة هو لابس سروال لأنه واحد من الناس ولدي عملي هو بابا يجي أشوف والله السروال هذا عجبني على الانترنت قلت ما عجبتكش حاجة أخرى على الانترنت كان السروال هذا فهمتني يعني هذيك الشباب متاعنا وواحد يهلك واحد راه شنو ما هو الشباب شنو هو واحد يتبع واحد يجي أشوف السروال هذا هابطينه في مجازان فلانية أو مجازان الفلانية يجي أشوف فهمتني وشددك كل فري فاير وكل شيء وكل من هنا بدي عاملينها فيها معينة زي أمريكا وكل عاملينها فيها معينة بتاع بلدان يحبوا بش التيرمان بش بلدان هذه يعني توقع تكاكا لهي بالأمور هذه مثل هيش بقريت ومثل كذا لا يزم تشجيع على المطالعة من الله الأوليات ويزم تشجيع على المطالعة طو ماذا بينا واحد يتشجع على المطالعة فهمتي ولا بش يقرأ حتى يثقف روحه ويقولوا احنا لفورماسيون انتليكتويل حتى يبدأ مش موصلش يعرف حتى كي يجي في انترتيان ولا حاجه يعرف يبو سونغاجي دون دي لانجاج فهمت يعرف يتكلم مش تخاف احنا كنا لانفورماسيون تكتيل قبل تدخل مع واحد تحكي ما تلقى في مخه عنده فهمتني تو ما عادش تو شباب ما عادش حد يتكلم بسوري ما عادش يتكلم بسوري يا حسره يا زمان ما عادش انه معناها واحد تلميذ مش يمشي يجيب يمشي المكتبه ولا ثم مكتبه هي انقرضت مكتبه متجوله كانت قبل المكاتب متجوله ومكاتب مقاره في المدن وفي الارياف
وزم لا مكاتب لا حتى شيء. والبيت في الشيخرة أو فارغة تقريبا. فارغة فهمني ولا ليه؟ وما كتب موجودة والإقبال غير موجود، يعني ناس كليك تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي، تعتمد على الفيسبوك، فهمني معناه يلزمهم يلقاو صيغ أخرى فهمني بديلة للمطالعة وللوقت نتاع المطالعة وكيفية المطالعة عندها بطرق علمية ولا بطرق رعوانية. أنا تربيت تربيت بالكتاب، وتربينا في الابتدائي كنا كل نهار سبت عندنا نمشي وناخذوا قصة نقراوها ونرجعوها ونخلصوا عليها وقت مليم رمزي شهر دين دورو مش دينار، دورو في الشهر نخلصوا. وكانت عندنا مكتبة في الابتدائي كل من القسم الأول حتى للسيزياماني بريمير، ونقرأوا القصص. يلزم تقرأ القصة إذا مش تدخل على التابلت ولا على الانترنت ولا ما نفس الكلام ذا في المطالعة وفي الكتب. إيه نفس الكلام الكتاب، لازمنا نرجعوا للكتاب. أنا هكا راه لازمنا نرجعوا للكتاب. لا الانترنت تصلح لنا الحاجات أخرين، تصلح لنا برشا حاجات راه تسهل لنا توسكي تكنيك، يصلح لنا توسكي باركونتر باش تقرا وباش تطالع يلزم الكتاب.